مع شركات التنت كلها، خدنا منه خصم على المنتج ب 15%. ورجال اعمال مطروح المخلصين الشرفاء كمان صندوق 15%. فاي منتج هتشوفه دلوقتي، بنتكلم في سكر، بنتكلم في رز، بنتكلم في مكرونه، اي منتج هتشوفه عليه خصم 30%. يبقى شركات الجمله خصم ال 15، رجال اعمال مطروح وتبرعاتهم عملت معانا كمان 15. احنا هنفتح ان شاء الله يعني ان شاء الله 9 مراكز ثابته او 9 نقاط ثابته، 2 في مرسى مطروح العاصمه. لكل مركز هيبقى فيه نقطه ثابته داخل المركز نفسه، وهيبقى العربيات اللي حضراتكم شايفينها دي هتبقى هي دي القوافل اللي بتوصل للقرى والنجوع داخل عمق الصحراء. يبقى يعني كده احنا المبادره دي مستمره ان شاء الله 3 اشهر وتجدد.